أهلين بورك، هاد أنت؟ لا تعذب حالك، الحديقة ما بدها شي بنوب، تعال بعدين. بالحقيقة اجيت لهون مشان احكي معك بموضوع. ماشي بسمعك، بس يا ريت تحاول تختصر لأنه في عندي كتير شغل. الموضوع هذا مرتبط فيكي. لك أنت شو عم تعمل بعد عني؟ ليكي شو جبت لك؟ ليكي كيف؟ أنا صورتها وهلأ إذا ما بستيني هيك رح أعطي هدول الصور للصحافة. لك بعد عني أنت واحد وسخ. عزراء، ساعدني ساعدني ساعدوني، ابعد عني يا حقير. شو عم بيصير عزراء؟ عزراء تحملي، أنا جاي لعندك. شو يعني مو شايفيني قد المقام بنوب؟ بلد بلد تعال ساعدني مشان الله. يلا 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 لك تعي ولي ساعدوني تعي لك بعد عني بعد عني. وينك انت؟ جيهان؟ إيلين، أنا هلأ من شوي طلعت من جوات السجن ورح روح على البيت هلأ. شو صار مع جيمري؟ في شي خبر؟ لا لا ما في أي خبر جيهان بنوب، ما قدرت ضل بالبيت أكتر من هيك، طلعت عم دور على جيمري بالشوارع. إيلين ما بيصير هذا الشي، ليكي أنا جاي على البيت فورا، رح أجي على البيت هلأ. ماشي طيب ماشي. ترجيني بتركك إذا ترجيتيني. بترجاك الله يخليك تركني لو سمحت. بترجاك تتركني لو سمحت. ترجيني أكتر. Oh.
أنت منيحة؟ جيمري؟ جيمري؟ جيمري على الأغلب هاد مات. تعي تعي معي. أنت منيحة؟ ما بعرف. تعي عدي هون. تعالي اختي عزراء. جيب لك تشربي مي؟ نفسيتي تعبت. طولي بالك. نفسيتي تعبت. تمام اهدي. انت كيف فتي على البيت؟ انا لقيت الباب مفتوح فتت من هنيك، بس لحقتك بالوقت المناسب مو هيك؟ جيمري انت كيف بتعملي هيك شيء؟ اه يعني بلكي أذاكي، معقول ما خفتي ابدا؟ ما بيصير لي شيء، لا تاكلي همي. انا رح جيب لك مي ماشي. هاد عم ينزل دم من راسه، يا خوفي يكون مات عن جد. ما بظن صار له شي، على الأغلب مغمى عليه مو أكتر. كأنه ما عم يتنفس أبداً. ها؟ أو يموت شو يعني؟ أساساً كان حدا سيء، بيستاهل. يا ربي بيستاهل. جيمري انت منيحة؟ ما بعرف، حسيت بدوخة فجأة، تعبت كتير. عزراء جيمري خليني اتسطح هون شوي صغيرة، وقع الموبايل بشي مكان وقت الخناقة، لو سمحتي روحي ولاقي لي اياه. ماشي ماشي اختي، انت بس ارتاحي. ماشي هلا بلاقي لك. ماشي يلا ماشي. يا ترى شو عم بيصير هنيك؟ شو القصة؟ أنا ما لقيت الموبايل أبداً. أختي عزراء شو عم تعملي؟ لازم ترتاحي. حالتي ساقت كتير، قلت بشم شوية هواء. طيب ماشي أنا رح لاقي الموبايل، تعالي. تعي تعي حبيبتي، ما قدرتي تلاقي مانه هنيك؟ خليني اطلع تحت الغراض. لقيته لقيته. يا ربي دخيلك جيمري. فصل. عطيني اياه. انت اتصلتي ببولات؟ لا. انت بعتيني مو هيك؟ جيمري حبيبتي حاجة جنان، أنا أجيت لأني وثقت فيكي. جيمري
جيمري. جيمري، هاد مونتاج. بوراك هو اللي جابهم بس مشان يهددني. ماشي حبيبتي، ليك أنا بقدر أشرح لك، ما إلي علاقة بهدول الصور بنوب. ماشي، ما في داعي تزعلي حالك أبداً، لأنه ما في هيك شيء. أنتي مو هيك؟ أنتي مو هيك؟ أنتي؟ معناها أنتي البنت اللي كان أبي يطلع معها، مو هيك؟ أنتي مو هيك؟ أنتي؟ أنجي ماتت بسبب حضرتك، أخي جوا السجن بسببك. ما عم صدق أنه أنت كذبتي علينا كلنا. ما رح تقدري تاخدي أبي مني بهاي البساطة. عم تسمعي مو؟ ما فيكي تاخدي أبي مني. أنت ما فيكي تعملي هيك شي أبدا. أنا كان لازم أقتلك من قبل. أنا كان لازم أقتلك وأخلص منك من وقتها. كان لازم أقتلك وأخلص منك. أنا رحت لك جيمري. موتي بدل أنجي. أنت اللي لازم تموتي. أنت جيمري. تركني جيمري. تركني. تمام جيمري، بدي أقتلها. خلاص تمام جيمري. تركني. خلاص بقى بكفي، خلصت اللعبة. أنا لازم أقتلها، أنا لازم أموتها. يلا تركني. لازم تموت هاي وحدة وسقا. عزراء، عزراء اهدي اهدي. بولاند، بولاند لك اهدي. شو صار معي وهاد كله بيوم واحد؟ بولاند اهدي لو سمحت. مري جيب كاسة مي فورا. انت منيحة هلا؟ وضعك احسن؟ ما بعرف، في واحد مصاب جوا. اهدي اهدي تمام. روقي، في مصاب. تمام، انسي المصاب هلا، روقي شوي، هلا بتجي المي. اهدي. ايه شو يعني ما بدك تسأل عن ابوك؟ لا تعرف اللي بيشوفك بيقول عنك شاب رقيق، بس انت عنيد. برافو، بالنهاية انت حفيد جدك. انا ما بشبه حدا فيكم بنوب، لا بشبه امي ولا ابي ولا حتى انت. انا ماني مثلكم ابدا. ايه معناتها انت ليش بالسجن؟ ها؟ مو قتلت هديك البنت وبعدين خبيت جثتها؟ انت ايديك ملطخة بالدم مثل جدك وفوقك كذاب مثل امك. انا هون لانه قررت ادخل على السجن بارادتي، لانه انا بكره عيلتي كتير. ليش بتضل تذكرني دايما؟ لا بقى تعمل هيك. ليش؟ مو انت قتلت هديك البنت؟ ها؟ طلع فيي. ليك يا ولد، لأحسن تحط عقلك براسك، لأنك إذا ضليت عم تصرف هيك رح يأكلوك بدون ملح، عم تفهم؟ وأنا ما رح أشفى عليك بنوب. بدهم يأكلوني؟ شو دخلني؟ قدي هالموضوع بيزعل، لسه 20 سنة بالسجن، شو دخلني؟ يصير اللي بده يصير. ليك قلي لشوف، أنت ابن مين بتكون يا ولد؟ ها؟ يا الله دخيلك.
بولانت اللي بسرعة، أنتوا لقيتوا جامري شي؟ إيه لين لقيناها، هي منيحة، ولا أخدينا على مركز الشرطة. ألف الحمد والشكر لك يا رب. ماشي ماشي، أنا رح أجي فورا. طيب يلا بشوفك. إيلين جيهان، بولانت اتصل واخذ جيمري على مركز الشرطة وأنا رح روح لهون. خلص أنت طولي بالك، أنا كمان جاي هلأ ومنروح مع بعضنا. مارت كيفه؟ طمني عنه، هو منيح؟ إيه منيح، لا تاكلي هم، هلأ بحكي لك بس وصيل. كلنا مشغول بالنا وعم ندور عليكي ونحنا مشتاقين لك كتير. ضحكت علينا كلنا هالشيطانة الصغيرة، قديشها ممثلة شاطرة، تستاهل أوسكار. وهلأ قدامكن أنا بعترف إنه أخي هو اللي قتل إنجي. لا تؤخذيني بس حالتي سيئة كتير، عارف إنه هي استغلته بس مشان المصاري، استغلت وما هان عليه هالشي، مشان هيك أخي ضرب على راسه. فكري يا عزراء، فكري، شغلي عقلك. يلا رح تكبر هاي القصة، انت لازم تعملي شي. بس شو هو؟ اختي عزراء ليكي، انا ما بدي احكي ابدا على وحدة ماتت، ما بدي ابدا، بس اخي بالمغفر واخدوا امي وابي كمان، وانا واختي الصغيرة ميليسا بقينا لحالنا انا وياها هون. شو صار يا روحي؟ انت منيحة؟ صار لك شي؟ ماني منيحة ابدا يا شاكلة، ماني منيحة بالمرة. المنحرف نفسه؟ لا شاكلة، المنحرف طلع المزارع، بس تدقيني هلأ في عنا مشكلة أهم بكتير. شو؟ شو المشكلة اللي ممكن تكون أهم من هاي عزراء؟ جيمري. جيمري؟ مزبوط، وينها هاي؟ ليكون المنحرف عمل فيها شي؟ يا ربي دخيلك، مو ناقصنا بنو. جيمري هي اللي قتلت إنجي. شو؟ ولو بولانت ما لحقني بالوقت المناسب، كانت رح تقتلني كمان. اهدي اهدي جيمري، اهدي، كل شي منيح. جيمري، انا جيمري فيرتينا، انا بريئة من التهمة. لو سمحتوا عائلتي عم تتهمني مشان بعدو يا شباب، لو سمحتوا انا بريئة. لو سمحتوا بعدو صدوني، انا بريئة يا شباب. لا حدا يصور انجي الماز، انا ما عملت شي ابدا. عائلتي عم يتهموني مشان يطلعوا اخي من السجن، بس انا بريئة يا شباب. انا ما قتلت حدا بنوب، خلونا نعرف نشتغل. لو سمحتوا انا ما قتلت حدا ابدا، انا بريئة يا انسر. انا بريئة. لو سمحتي، انا بريئة صدقوني، انا بريئة بعد اذنك، انا بريئة. جيمري شو جنتي؟ انت شو عم تعملي؟ انت ما فيك تحطني بالسجن. اسكتي وامشي بقى. صوروا جيمري قدام مركز الشرطة، كانت عم تصرخ وتقول انا بريئة ساعدوني. كذابة، عم تعمل عرض. شاكلة، في داعي إني أتصل بجيهان؟ ليش بقى؟ أساساً بتكون الشرطة خبرته. حياتي، البنت شافت صورتنا سوا، لازم قله. ما بعرف،
برأي تصنفي البنت معتوها لهيك خليه يعرف منك أحسن ما هي تخبره، ما منعرف شو ممكن تعمل. ليكي لوين وصلنا؟ كنا راكدين ورا الخبر، صرنا نحن الخبر، رح نصير علكة بتم العالم. أمي شربي لك شوية شوربة. ما بدي. بابا طفي هالتلفزيون بقى، خلينا نحكي شوي. ابني أساساً صوت التلفزيون ضعيف كتير، قولي اللي بدك تقوله. بابا اهتم بأمي شوي. جلسوم جلسوم كيفك يا ترى، صرتي أحسن هلأ؟ مو منيح. أنا ما رح صير منيحة من اليوم ورايح، ما رح صير منيحة أبدا. كل شي صار بسببي، كل شي صار وعم يصير فينا هو بسببي أنا. أنا صدقتهم وثقت فيهم، انضحك علي. أمي ليش ليصير هذا الشيء بسببك؟ من وين كنتي حتعرفي؟ خليل تعال خلينا نترك هاي المدينة، امشي ما لنا مكان هون. أمي شو هالحكي؟ لوين بدنا نروح؟ يلا كلي لك شي لقمة. وهلأ رح نبث صور مباشرة من قدام مركز الشرطة. أنا جيمري فيرتينا، أنا بريئة من التهمة، عائلتي عم تتهمني مشان ينقذوا أخي، أنا بريئة، عائلتي عم يتهموني مشان يطالعوا أخي، صدوني أنا بريئة. أنا ما عملت شي أبداً. والله العظيم أنا ما عملت شي أبداً. هالعيلة من صغيرة لكبيرة مجانين. لك العمى شوف هالبنت يا بابا، هي أكثر وحدة مجنونة. أنا ما قتلت حدا بنوب، صدقوني أنا ما قتلت حدا أبدا، أنا بريئة، أنا بريئة يا الله، أنا بريئة صدقوني أنا بريئة. أنا ما قلت لكم إني كنت شاكك إنه مات لي عملها، فأنا رحت خطفت البنت وضغطت عليها مشان تتصل بأخوها. ابني جمري لساتها صغيرة، انت شو عم تقول؟ ابني اتطلع فيني، انت خطفت البنت يا حقير يا تافه؟ ها؟ بركي راحت واشتكيت عليك. بابا انتو ما عم تفهموا، عم قلكن هاي البنت مجنونة مجنونة، نحن ثلاث رجال خطفناها للبنت، ما خافت ولا عملت شي، وقفتنا مثل الألف، هالبنت فيها شي؟ اكيد فيها شي. يا الله ما عم بقدر اتحمل هالشي، انا اللي ربيت هدوك الولاد، كبروا بين ايدي انا، والله والله قلبي ما بيقدر يتحمل هيك شيء. ماشي امي اهدي شوي، اهدي، طولي بالك بدخيلك. لو سمحتي اهدي شوي، اعطيني لو سمحت. اهدي، خدي شمي، خدي شمي العطر. امي اهدي شوي خلاص. بعد الزلمة قال لي إذا ما بدك ابنك يتعذب أو يصير له شيء هو بالسجن، ساوي اللي قلت لك عليه. أنا ما عم صدق، ما عم صدق. شو لسه بده يصير فينا جيهان؟ ما عندي فكرة إلين، ما بعرف، أحياناً بتغلطي بدون ما تقصدي، فبتقضي عمرك عم تدفعي ثمن هذا الشيء. قصدك تقول ما رح يمشي الحال بنوب، ما هيك؟ ما رح يخلص إلين ولا بأي شكل، حتى لو ما صار هيك ما كان رح يخلص، حكينا بهذا الشيء، حتى لو إنه ما حدا عرف كان رح يأنبنا ضميرنا طول الوقت، مثل مالك شايفة
نحن هلأ عم نحترق بنار جهنم، نفس الشيء. اليوم جمعوا تواقيع من المجمع وقرروا بالإجماع يطلعونا من بيتنا وبسرعة. ليح هيك أحسن، وظن رح يفيدنا أنه نبعد عن ذكرياتنا السيئة اللي هنيك. بلكي منروح على مكان جديد عشي ضيعة مثل اللي تقاعد على بكير. إذا جيمري قررت تعترف رح نقدر ننقذها مو هيك؟ إيلين صدقيني ما رح تروح مكان أحسن من دار التأهيل، هذا أحسن مكان إلها. بعد ما تتعالج ويمشي الحال بنحكي بالقصة. لا هدول العالم مو طبيعيين، برأيي جيمري مريضة نفسية. مريضة؟ برأيي كلمة مريضة قليلة، أو عم تتحايل إنها مريضة. شاقلة أنا رح أتصل بجيهان، لا تطالعي صوت أبداً. إيه؟ مين هاد بولانت؟ لا هي عزراء وماني فاضي لهلأ. ليش ما عم بترد علي؟ أعطيني أنا بدي رد. ماشي تركيه، عم قلك أعطيني لرد. نعمل حادث إيلين. هاي المرة نشرت كل الفيديوهات اللي صورتها بالبيت، هي فضحتنا قدام العالم. رح أرفع عليها دعوة، رح خليها ما بقى تطلع على التلفزيون. إيلين لا أنا ولا أنت عنا القوة أو القدرة حتى نحارب حدا. كل شي بهي الحياة في إله دور يا جيهان، كل شي إله دوره. أصحك تحكي مع أي حدا بدون علمي، عم تفهمي؟ ليش عم بتدافع عن هاي المرة؟ مو شايف إنه هي دمرتنا؟ إيلين مو هي اللي دمرتنا أبداً، نحن المذنبين بكل شيء صار، انت وانا، ما حدا عمل اي شيء. اقتنعي بهالشيء. لا ترد، لا ترد، الحق علي، انا الغبيه، انا الغلطانه. كان بدي حاكي وخبره شو رح يصير فيه، بس مو مشكله هو قدره. طيب بلكي الزلمه عنده شغل هلا بيتصل. لو كنت مكانه بهيك حالة حبيبتي شاقلة كنت رح كون أهم شغل بالنسبة إله. اتصلي بالمصور خليه يجي على مركز الشرطة. بدي أعمل بس أنا رح أشرح قصتي بالكامل، ما حدا رح يقدر ينساها، وبشكل خاص جيهان فيرتينا. مو مثل ما بيطلع بالأفلام أبداً. ليك يا جيمري هون ما عم نلعب تمام؟ وين المكان اللي بيشوفونا فيه من برا؟ مرحبا جيمري. ليكي هي غرفة تحقيق، عم تفهمي؟ أنا بسأل أسئلة وأنت لازم تجاوبي بدون كذب ولا احتيال وبشكل صريح، عم تفهمي؟ رح تجيب جهاز كشف الكذب أخي بولانت لأنه لا. لا ممكن جيبه ممكن لا. طيب أبي وأمي بيعرفوا الشيء أني أنا موجودة هون؟ جيمري قلتلك هون أنا اللي بسأل. قليلي لشوف كيف كانت علاقتك مع إنجي بالضبط؟ هاي الكاميرا عم تصورنا؟ إيه عم تصورنا جيمري. خلي هذا آخر سؤال بتسألي تمام؟ اتفقنا؟ جيمري طلعي فيه، بتطلعي بعيوني وبتجاوبيني هلأ، كيف كانت علاقتك مع إنجي؟ يعني هي كانت بنت خدامتنا، كانت تعمل الأكل وتجيب عصير الفواكه، وكانت تساعد خالتي جلسوم كمان هيك. إيه
أمك وأبوكي قالوا كانت مثل بنتهم، كانوا يحبوها كتير. هدول عم يبالغوا كتير لأنهم عطوها منحة دراسية. هنن عندهم بنت واحدة وبس، وهي أنا. طيب وميليسا؟ لساتها صغيرة كتير، ما فينا نحسبها. يعني عم تقولي إنه علاقتك مع إنجي ما كانت منيحة؟ يعني خلينا نقول ما كانت تهمني أبداً، إنجي وبس. بس أنت ما قلتي هيك ببرنامج عزراء بنوب، كنتي عم تبكي وتقولي إنك بتحبيها، هذا كله كان كذب؟ أخي بولانت هداك كان تلفزيون، بقصد إنه بهداك المكان أنت مجبور إنه تأثر على الناس. ليش أنت بتصدق كل شيء بتشوفه على التلفزيون؟ تمام، معناها ما زعلتي على اللي صار مع إنجي مو؟ ليك أخي بولانت، ما حدا بهالدنيا بيصير معه شيء سيء بدون سبب، على الأغلب في سبب لهالشي واستاهلت تموت. أنت شرطي وبتعرف أكتر مني. احكي بشكل واضح أكتر، يعني برأيك أنت ليش صار هيك مع إنجي؟ أنت رح تعرف هالشي لحالك. جيمري، يا ترى أنت قتلتي إنجي لأنه كنت مفكرة أنه هي على علاقة مع أبوكي؟ أنا ما قتلت إنجي، أنا ما قتلت إنجي، أنا بريئة، أنا ما عملت شيء أبداً، ما قتلت إنجي. جيمري، أنا سمعتك بإذني وشفتك هجمتي على عزراء، قلتي لها لازم تموتي أنت كمان، قلتي لها أنت عملتي هيك وأنه أنت وثقتي فيها. ليك سمعت هذا الشيء بإذني وكتير منيح، أنت قلتي هذا الحكي، لا تكذبي. أنا ما حكيت هيك شيء أبداً، أنت يلي عم تكذب. أنتوا كلكم عم تكذبوا. نحن. أنت كذاب. أنا. أنت عم تحكي هيك مشان تحطني بالسجن. أنت عم تعمل كل هاد مشان تتهمني وتطالع أخي من السجن، بس أنا بريئة. عم تفهم؟ أنا ما حكيت شيء أبداً، أنا بريئة. عامل لك أنا ما عملت شيء أبداً. ما حكيت شيء، ما حكيت شيء أبداً. أنا بريئة، عم تفهم؟ أنت ما فيك تتهمني أبداً لأنه أنا بريئة وما عملت شيء، ما فيك تتهمني، تمام؟ اهدي بقى. أنا ما عملت شيء أبداً، ما عملت أي شيء. اهدي. أنا ما عملت شيء أبداً. لا، أنت ما فيك تحطني بالسجن، ما حدا بيقدر يحطني بالسجن، أنت ما فيك تحطني بالسجن. جيمري اهدي. لا، خليكن واقفين هون، إيه شوي تاني رح يطلعوها. حبيبتي شاغلة، تعي تعي وقفي هون. ليكي هاد منيح ولا هاد مبين مظلوم؟ ها؟ مبينة مرة موجوعة كتير، انت متأكدة بدك هاد الشي؟ ايه بدي شاغلة، طالعي موبايلك وبلشي تصوير، بدي شوفهم اتنيناتهم كيف بدهم يطلعوا. جاهزة هلأ. ايه مشاهدينا الأعزاء، اليوم نحن عرفنا انه إنجي يالماز كانت بالواقع ضحية سوء تفاهم. جيمري بالحقيقة كان بدها تقتل البنت اللي أبوها بيحبها، يعني أنا. إيه لا عزراء، بدك تحكي على الشاشة إنه أنت حبيبة جيهان؟ إيه تماماً حياتي، أنا هاد اللي بدي أعمله بالضبط. بس أنت بهالحالة عم تعملي فضيحة بإيدك. إذا جيهان ما شاف في أي مانع إنه يعرف بولانت بهالشي وياخد إفادتي، فأنا ما عندي مانع إني خبرهن. خلي الكل يعرف، بالنهاية ما عملت شي بخجل، بس حبيته، هو اللي لازم يخجل هون لأنه هو المتزوج. بصراحة ما بعرف عزراء. شاغلة، السهم طلع من القوس هلأ، خلصت الحكاية، وجيمري عرفت كمان، والكل رح يعرف عن قريب كتير. وبما أنه عندي المجال هلأ على القليلة، خليني أحكي هالشي بصراحة وبالبرنامج تبعي، ورح يزيدوا المشاهدات. المهم خلينا نبلش هلأ، أساساً في عنا شغل كتير. يلا
اليوم أنا يا أعزائي المشاهدين رح أعمل أصعب بس بحياتي كلها، لأنه الجريمة تبع إنجي يلماز يلي خلتنا كلياتنا نزعل على اللي صار، اليوم حلت وأنا أنا عزراء إنجي عرفت بهاللحظة أنه أنا بمركز هاي الحادثة اللي بتوجع. شو عم تعمل هاي المرة من جديد؟ إيلين اهدي، تركني. خلص إيلين اهدي شوي، جيمري جوا. جيمري جوا. رح تدفعي ثمن اللي عملتيه غالي كتير. أنا ما رح أتركك أبداً. ناطرتك. خلينا نعيد، صورت التهديد ما هيك؟ ما في حدا هون؟ في شي حدا هون؟ مشان الله طالعوني من هون، ما حدا عم يسمعني؟ بابا؟ ما في حدا هون عم يسمعني؟ بابا؟ روحي لعنده شوي، خليها تهدى ماشي؟ أمرك حضرة الضابط. شكراً. أنا جيمري فيرتينا، أنا بريئة. يا الله. تفضل سيدي. أنت شو مفكر حالك عم تعمل؟ يعني رح تترك الصحافة كلها علي؟ جبت البنت مشان تحيي دخلت على مركز الشرطة وهي عم تعيط. سيدي، كان بدي خبرك مو هيك الموضوع. خدها على فرع الأحداث، ليحققوا معها. نحن بكل مكان. شو يعني ناوي تدخلنا بمصيبة؟ ماشي سيدي، رح حل وصلح كل شيء، لا تاكل هم ابدا. ساوي اللي قلت لك عليه وبس. حاضر. ما كان ناقصني غير هاد. يا الله. خلص لا بقى تبكي، خلص اهدي شوي، ان شاء الله كل شيء بيخلص بسرعه. ماشي، انا ما عملت شيء ابدا، صدقيني انا ما عملت شيء، بس بولان تعصب كثير وصرخ، حتى هو ضربني. طلع ليكي هون، ليكي حاول يخنقني من رقبتي، عشوي حسيت حالي رح موت، أنا ما قدرت أخذ نفس حتى كسر الكاميرا مشان ما حدا يشوف. أنا ما عملت شيء أبداً، معقول يعاقبوني ويحطوني بالسجن؟ ماشي يا روحي، اهدي شوي اهدي شوي، أنتي بأمان هون ماشي؟ يلا تعي خلينا نقعد شوي، يلا تعي. تعي اقعدي هون. انتي جوعانة شي؟ ولا جبلك كاسة عصير؟ فينك تجيبي لي تشيز كيك بالفريز؟ خلينا نشوف إذا فيه.